عقد مجلس النواب جلسته 11 برئاسة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وخلال جلسته أشاد مجلس النواب بدور وفد مملكة البحرين الذي شارك في مناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو أمام لجنة اتفاقية السيداو والتابعة للأمم المتحدة. خلال جلسة مجلس النواب طرح السادة الأعضاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة باستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة حول موضوع الأمن الغذائي إضافة إلى خططها المستقبلية للتعامل مع ارتفاع الأسعار. أولا أشكر وزير الصناعة والتجارة بحضوره والجواب على الأسئلة التي قدمت له، ولكن الحقيقة الإجابة لم تكن وافية، فنتمنى من وزارة الصناعة والتجارة أن تكون عندها استراتيجية واضحة أولا في الحفظ على الأمن الغذائي في البحرين، وكذلك الهدف منه هو المحافظة على الأسعار في التقلبات العالمية. كان هناك توجيه 4 أسئلة من أصحاب السعادة النواب لسعادة وزير الصناعة والتجارة بخصوص المحافظة على القوة الشرائية في السوق المحلي، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد للأسعار والمتكرر. سعادة الوزير رد على جميع الأسئلة مشكور، ونشكره على حضور الجلسة وتجاوبه مع أسئلتنا التي نأمل من الحكومة الموقرة في وضع حلول قبل الشهر الكريم شهر رمضان اللي قادمين عليه. من جانبها أكدت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات للحفاظ على أسعار الأسواق في مملكة البحرين. الحكومة قامت بدورها، وأي ملاحظات أو استيضاحات أبوابنا مفتوحة لسعادة النائب. الحكومة قامت بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية، تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 شهور، تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة إلغاء رسوم الحملات الترويجية لمدة 3 شهور. طبعا وزارة التنمية الاجتماعية صرفت مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر المحدودة، فالكلام أن الوزارة ما تدخلت هاي غير صحيح. إلى ذلك وافق المجلس على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياط الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. احنا اليوم قاعدين نناقش الحسابات الختامية 2022 لاحتياط الأجيال، واللي تبين نتائجها الأولية أن الاحتياطي عوض المبالغ اللي تم سحبها في وقت جائحة الكورونا، وقدر من خلال المحافظ الاستثمارية اللي موجودة وتغيير طريقة إدارة أصول هذا الصندوق أنه يحقق عوائد إضافية تقدر ب50 مليون دولار، اللي هي تقدر ب10% من إجمالي أصول هذه الشركات. كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.